ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة باش غنسولوا المواطنين أشنا هو السن المناسب للزواج في المغرب بالنسبة للولاد وبالنسبة للبنات. بغيت تعرفوا أشنو قالوا لنا، أجوا معايا. بركاته شريف بخير. الحمد لله. شنو هو السن المناسب للزواج في المغرب بالنسبة للبنات وبالنسبة للولاد؟ بالنسبة للولاد يكون ما فوق 30 والفوق، فهمتي، يكون بنادم بعقله. بالنسبة للمرأة من 20 حتى 30. هذا والله الزين الزوين. وشنو بان لك اللي كيتزوجوا هذوك، يعني كيتزوجوا الدريات على 15 16 عام؟ لا، هذوك كيضربوا عليهم، ما عندهم مشاكل، فهمتي. الانسان خصو يكون ناضج بعقله بعدا، يعني دريه كتبقى ولا باقي قصيره؟ ما باقي مراهق، ماشي ديال الزواج. لا، اجلي تزوجتي فين نتايا؟ شحال كان عندك؟ انا تزوجت عندي تقريبا 24 سنه. 24 عام. والزوجه ديالك شحال؟ تقريبا عندها 20 عام. 20 عام. صحه الشباب هادو كنصحهم باش يكون عندهم الصبر، يكون عندهم الصبر قوي، فهمتي، ما يجزربش ولا يتسرعش في القرارات اللي غياخذ. سلام الاخت، شنو هو السن المناسب يعني للزواج هنا في المغرب بالنسبه للولد ولا بالنسبه للبنت؟ وصراحه ما كاينش واحد السن محدد، فهمتي، يعني الانسان اللي كنجا مع راسو واجد، يعني الزواج وقاد، حيت الزواج راه ماشي يعني الزواج رفاهيه كما يعني كنشوفوا، يعني بزاف ديال البنات بدات كيشوفوا تما الزواج راه فيه حياه ولا لا، مسؤوليه بزاف ديال الحوايج، فهمتي، خصو يكون جا مع راسو ماديا ومعنويا. ماديا ومعنويا، سرتو ماديا، فهمتي، يعني ما كانش راه بزاف بنات، فهمتي، يعني ومشنو كيبغيو عيشه مزيانه، فهمتي، يعني ولكن بالنسبه لك كلشي متوفر بالنسبه ليا انا. بالنسبه لك انت، هي شنو هو السن المناسب؟ ما كاينش سن محدد، ضروري تيكون بنادم، فهمتي، جا مع راسو اش موصل السن، المهم يكون جا مع راسو بخير، فهمتي، واجد الزوج، هذاك عندك الساعه غادي يقدر يتزوج. وشنو كيبان لك في هذوك اللي الدريات اللي كيتزوجوا صغارات؟ كيطلقوا موراها، ما كتحداش موراها، كيطلقوا، كيدوزوا عامين ماكسيموم 3 سنين كيطلقوا. لاج ديال الزواج الحلاوة الزواج 25 20 23، المهم فوق 25 كتبقى الحموضية. ما كيبقاش الزواج، ما شوية بنادم كيبدا كيمل شوية، مازال كيكون صغير شوية وبالنسبة للبنات باقي محمس للزواج. وبالنسبة للبنات، بالنسبة للبنات 18 عام درية توصل سير الرشد، تولي درية عاقلة وعارفة الزواج شنو هو وكذا، وداك الساعة تزوج مرحبا. اما قصيرات 15 داك الشيء ما كنقول انا اغتصاب طفوله، هذيك اللي كيدي الدريه عندها 16 15، ما الصراحه ما ماشي جواج هذاك. انا بالنسبه ليا كنقول ربما 26 28 30 سنه احسن، كيكون شارب بعدا عقله وعارف تجربه الحياه، كيكون ناضج. ناضج. وبالنسبه انت واش مع دوك الزواج يعني ديال الدراري ديال 18 عام والدريه ديال 18 عام؟ انا بالنسبه لي لا، النصيحه حيت ما كيكونش ما عندوش تجربه، تيجي حتى 18 يلا كينضج في الحياه ديالو، ما عندوش تجربه. وان شاء الله جيت تزوجتي فيه شحال كان عندك؟ انا ربما انا ما خفت نكذب كانت عندي شي 26 27 عام. والزوجه ديالك شحال كان عندها؟ كانت هي اكبر مني بعامين. هي اكبر منك؟ هي اكبر مني. ماشي انت اكبر منها؟ لا، هي اكبر مني. يعني انت خديتي العكس؟ لا، حيت كيكون الراجل كبر من المرأة. شوف، أنا هاد المرأة كنت تزوجت بها على الحب، كنت خديتها على الحب، تزوجنا واحد شي حاجة اللي ما كتصورهاش على ما كيهمش اللاج. ما تيهمش اللاج، شنو اللي تيهم؟ العقل، الإنسان، وحياتي. والقلب. القلب.